محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يعني ما أجمل القرآن، وأبو تركي يقرأ مرة يقول: خير الرازقين علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تنقلات من قصة إلى حوار مع عيسى عليه السلام في قضية تثبيت العقيدة، فما أجمل القرآن. لذلك ينبغي أن نقبل على القرآن بأرواحنا، بعقولنا، بأذاننا، بأسماعنا. اليوم جالس أفكر في توليد عناوين جديدة من خلال القرآن الكريم، وعن لي أن أتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال جزء عامة، فوجدت أشياء كثيرة. وجدت أحد العلماء التفسير يقول: وهذه من جوامع الكلمة القرآنية. قلت: ليش ما أجمع جوامع الكلمة القرآنية في القرآن الكريم؟ وجدت أشياء كثيرة جدا جميلة، لكن سأنتقل إلى حدث أو حدثين من السيرة النبوية متعلقة بالقرآن الكريم، ونرجئ بعض أحاديث السيرة النبوية في حلقات قادمة. أهل الكوفة جاءوا إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقالوا: نحن رسل أهل الكوفة، أوصنا، ونحن رسل من وراءنا، يعني الوصية التي ستعطينا إياها الآن سننقلها إلى أهل الكوفة. قال: مروهم فليعطوا القرآن خزائمهم، فإنه يدعو إلى السهولة والقصد ويحميهم من الصعب والحزون. إذن هذه رسالة، أن تجعل حياتك، أن تجعل هناك زمام يقود عقلك، فكرك، هواك من خلال القرآن الكريم. مروهم فليعطوا القرآن خزائمهم. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى أطراف المدينة وطرق بابا، فخرج عليه رجل من الصحابة وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب، بكى من هذه الرفعة. وما سبب هذه الرفعة إلا لأنه من أهل القرآن. والعجيب أنه بإمكانك أنت أن يتلى اسمك في الملأ الأعلى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدار إلا ذكرهم الله، فاسمك يذكر إذا كنت من أهل القرآن. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وأنسي آية، ثم لما التفت من الصلاة قال: فيكم أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لما لم ترد؟ قال: عليك، لا، ربما نسخت. هذه الثانية. ثالثة، جاء في يوم كل الأحداث مع أبي. الثالثة، قال: يا أبي أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أفضل؟ فقال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم. يذهب إليه، يأمره أن يقرأ عليه سورة البينة، يقول: فيكم أبي، أي آية أفضل؟ فأبي كان عالم، ولذلك كان الخزرج وخزرج كان يتفاخرون، إذا جاء المفاخرة يتفاخرون على الأوس بأبي بن كعب. السؤال اللي طرحه النووي: لماذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي؟ هل هو كان بحاجة إليه؟ لا. هل كان بحاجة إلى سؤاله؟ لا. قال: إنما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول ليدل الأمة أن يأخذوا القرآن على علماء القرآن، ولذلك العكبري يقول: هذا القرآن تؤخذ ألفاظه من حفاظه، وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. الأمر الثاني الذي قاله النووي في هذه الرحلة وفي هذا الذهاب، قال: حتى يبين للأمة مكانة أبي، حتى نعرف أين مكانة أهل القرآن، أين مكانة أهل القرآن في الأمة. ينبغي أن يكون في صدر المجلس، ينبغي أن يكون في المرتفعات، لأنهم أهل الله وخاصته. وإذا كان جبريل يقول لهاجر: أمنا لا تخفى، إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله، مقدمة. المقدمة الثانية: أهل القرآن هم أهل الله، إذن الله لا يضيع أهل القرآن. أليست نتيجة حقيقية؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين، الله لا يضيع أهل القرآن. خذ الموقف الأخير وأختم به. في معركة اليمامة، معركة اليمامة مع المرتدين، مسيلمة الكذاب ارتد مع قومه بني حنيفة، وأرسل لهم أبو بكر الصديق من خالد ليقود المعركة. على فكرة أم عمارة ذهبت إلى اليمامة، لما؟ لأن حبيب ابنها قتله مسيلمة الكذاب عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيب بن زيد وحبيب النجار مؤمن آل ياسين ماتوا، وكلهم حبيبان لله بإذن الله. أم عمارة هذا ما خلتها، يعني راحت الظاهر أنها تأخذ بثار ولدها،
والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال من يطيق ما تطيقون يا أم عمارة، كانت تقيم عبد الله وزيد تقول قم قاتل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ينظر إليه يقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. ذهبت إلى اليمامة وعادت بدون يد، قطعت يدها، ولا زالت عبارة من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة تلج في التاريخ حتى بعد معركته في اليمامة. من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. في معركة اليمامة عندما يعني جاء نوع من التكاثر من بني حنيفة على المسلمين، خالد بن الوليد قال تمايزوا، كل قبيلة تكون لوحدها، لننظر أين من أين يؤتى الإسلام. كانت راية المهاجرين مع سالم مولى حذيفة، كان منها القرآن، يعرف بالقرآن، من حملة القرآن، هو راكز الرمح وغارس الحفرة، قال ما هكذا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه الراية. فجاء رجل قال يا سالم، سالم مولى، ادعوهم لأبائه، قال يا سالم اتق الله لا نؤتى من قبلك. قال بئس حامل القرآن أنا إن أتيته من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أتيته من قبلي، وبئس حامل القرآن أنت إن أتي الإسلام من قبلك، وبئس حملة القرآن أنتم إن أتي الإسلام من قبلكم، وبئس حاملة القرآن أنت إن أتي الإسلام من قبلك. كلمة دوت في التاريخ، أن لا يؤتى الإسلام من قبل الرجل أو المرأة، عندما تكون في البيت لا يؤتى الإسلام من قبلك، عندما تكون في وظيفة، عندما تكون في منبر، عندما تكون، لا يؤتى الإسلام من قبلك. عليك أن تجعل كما قال أبو الدرداء، أن تجعل القرآن في خيازيم نفسك، أن تسلم هواك عقلك للقرآن الكريم حتى يقودك، حتى تصبح من أهل القرآن الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، بيض الله وجهك وجزاك الله خير. نكمل كذلك مع أبو محمد أخونا وحبيبنا صالح الفندوخ. ما شاء الله ما طرح فيه البركة، بس أنا كنت اخترت الآيتين الأخيرات